بيبدأ المسلسل بفرح عمر وميم، وباين عليهم انهم بيحبوا بعض جدا، بس بيرغم ان المسلسل بيبدأ بفرح الا ان مفيش فيه اي حاجة تفرح، وهنفهم ليه دلوقتي. دي فيوز ام ميم، واللي يشوفها ما يقولش خالص انها امها، لانهم قريبين في السن من بعض، وفيوز دي امها جوزتها وهي صغيرة، قال ايه عشان تطمن عليها قبل ما تموت، وكمان جوزتها واحد اسمه عزة اكبر منها يجي بعشرين سنة، بس راجل اعمال ناجح وشاطي ومعه فلوس ويعيشها في سعادة. بس ده ما حصلش، لان ما كانش فيه بينهم اي حب او سعادة، برغم ان ميم كانت ايداله صوابعها العشرة شمع، وبتسمع كلامه في كل كبيرة وصغيرة، ومهتمية بصحته ومتابعة معاه ادويته، ولو نسي هو هي اللي بتفكره. بس كل ده ما كانش مالي عينه، وعزت ده كان بيعملها على طول بقلة احتيام، وبيقلل من اي حاجة هي بتعملها، وبيقول لها على طول انها مش فالحة غير في الاكل وبس، وشايف انها بقت على طول كئيبة ومؤيفة بالنسبة له، وعشان كده قام خانها مع بنت قد بنته، وبالفعل هي صاحبة بنته واسمها ياسمين، والبنت ياسمين دي حباية بقى، قدرت تلف على عزت لحد ما خلته يبقى زي الخاتم في صباحها، وكمان اشتري لها شقة وكتبها لها باسمها، ومش بس كده، ده هيتجوزها عرفي كمان، ومحدش يعرف اي حاجة من دي غير الواد زياد ابن اخت عزت، شغال معاه في المصنع بتاعه، وهو كاتم اسياره الوحيد، وهو اللي قاله على فكرة الجواز العرفي دي، وانه هيجيب مأذون تبعه وكده ويكتبوا وياتين عرفي ويبقوا مع الواد زياد. بس زياد ده مش بيعمل كده لله لله، ضمية من تحت تبن، هو شايف ان خاله كل ويسمه امه، وعشان كده عايز ينتقم منه، وكان نفسه يتجوز ميم عشان ينول من الحب جانب او من الويس حبة، بس خاله ما وافقش، وكمان خاله ماسكها عليه قوي وما بيدلوش اي فلوس الا بالقطايا، فعشان كده زياد طول الوقت ده بيفكر ازاي ينتقم من خاله ويسيق منه كل فلوسه، واتيه هو اللي زق عليه البت ياسمين عشان تلف عليه وتسيق منه فلوسه وتخليه يكتب لها الشقة باسمها كمان عشان ياخد حقه من خاله. عمر بقى طبيب اسنان شاطي وغني، وحب ميم واتجوزها على طول بيغم فيق السن الكبير اللي بينهم، بس عمر ده برضه بلوى، ده في يوم فرحه جات له واحدة كبيرة كده وقالت له وحشتني، قال لها امشي من هنا بالذوق بدل ما تيودك بالعافية، وسابها ومشي. ومش بس كده كمان، ده طلع انه كان متجوز بنت اسمها سلمى وطلقها كمان، وما قالش الميم انه كان متجوز قبل منها. ميم دي بقى بنت دلوعة قوي ومستهتية جدا وملهاش في شغل البيت ده خالص، وبنت ابوها قوي وبتحب ابوها جدا لانه مدلعها قوي وبيجيب لها اي حاجة هي نفسها فيها، بس ما بتحبش امها لانها حاسة ان امها على طول كئيبة. المهم بيتم الفرح على خير، وبيسافر العيسان يقضوا شهر العسل في لبنان، واتبسطوا جدا قوي هناك. بس ميم هانم شيبت لحد ما سكيت خالص وضيعت خاتم الشبكة بتاعها الغالي جدا، والمشكلة الاكبر انه ما كانش فايق معاها وشايفة انه حاجة عادية جدا، وانها هتكلم ابوها ويجيب لها واحد بداله. فطبعا عمر كان متنافس جدا، ولما يجوا مصر تاني وابوها وامها سألوهم مالكم يا اولاد اتبسطوا في شهر العسل، قامت هي قالت لهم شهر عسل ده هما يومين عمي هنتبسط ازاي، وقالت ده الافندي يا دوبك واخد يومين اجازة لانه مش قادر يبعد عن هايدي هانم. قام هو قال لهم لا الحكاية مش كده خالص، واولا هايدي دي الاسيستنت بتاعتي، ثانيا الهانم بنتكو ضيعت شبكتها ومش عارفة ودتها فين. قامت هي قامت من على الاكل وزعلت، وابوها بكل بجاحة قال له في ايه يا عمر ده كله عشان حتة خاتم، هبقى اشتري لها انا واحد غيره واطلع يلا صالحها. وقام عمر خدها على قد عقلها وصالحها فعلا، وكانوا قاعدين مبسوطين مع بعض. وبالمناسبة هما قاعدين في اوضة في الفيلا بتاعت عزت، جت بالليل فيوز خبطت عليهم وقالت لميم اتصلي لي يا بنتي على ابوكي لحسن ده نسي الحقنة وممكن يتعب. فميم اتصلت على ابوها لقت تليفونه مقفول، فقامت فيوز قالت لها طب اطلبي لي اوبر وانا هروح له المصنع اديله الحقنه، بس عمر قال لها لا مش هينفع تعالي احنا هنوصلك. ولما راحوا المصنع دخل عمر عشان يديله هو الحقنه، اكتشف ان حماه بيخون مياته مع البت ياسمين صاحبه ميم، فقام خرج بسرعه وقال لهم انه ما لقاش حد جوه عشان ما يولعش الدنيا يعني. بس من بعديها قال لميم انها لازم تقطع علاقتها بالبت ياسمين دي، فقاموا دبوا خناقه على الموضوع ده،
وبقت علاقتهم عباية عن خناق وبس، وده بسبب عدم التوافق اللي ما بينهم وفيق السن الكبير. وميم لسه صغيرة ومتدلعة جدا، وكمان بتغي على عمي قوي وبتقفش عليه في كل كبيرة وصغيرة. ده حتى يوم عيد ميلادها يتخانقوا مع بعض بسبب الاسيستنت بتاعته، بس فيوز قالت له انت الكبير والعاقل ولازم تصالحها. وفعلا عمي سمع كلام حماته وقام مصالح ميم، وبعد كده قام خد فيوز وخرجوا لان ميم ما كانتش فاضية، عشان يروحوا يحجزوا المكان اللي هيعملوا فيه عيد الميلاد بالليل. وهناك قعدوا مع بعض وقعدوا يتكلموا مع بعض اكتر واكتر، وعمر حس بانجذاب ناحيتها لانها عاقله وجميله وما بانش انها ام مراته خالص، وهي برضه حست بنوع من هذا الانجذاب، وخاصه بعد ما عمر خدها معاه يجيبوا هديه لميم، واللي اتفق معاها انه هيجيب لها نفس الخاتم بتاع الشبكه اللي ميم ضيعته. وفيوز قالت له حلو قوي الفكره دي، وعمر لقى فيوز معجبه بحلق فقام جابه لها هديه، وهنا زاد اعجابها بيه. ميم بقى اتعرفت على البت سلمى في الجيم، واللي بالمناسبه طلعت صاحبه ياسمين، بس سلمى ما قالت لهاش انها تعرف عمر. هي كل اللي قالته لها انها كانت متجوزه واحد بس طلع ندل وسابها بعد ما كانت حامل، بس ابنها مات في بطنها وجوزها ده ما استناهاش حتى تقوم بالسلامه، لا ده بعت لها ويائتها على المستشفى، واتاي الواد زياد ابن خالتها هو اللي مخطط لكل ده، ان ياسمين تتعرف على البت ميم وكمان بعد كده تخلي سلمى تتعرف عليها. المهم انه يوقع الدنيا كلها في بعض، وده اللي حصل فعلا بالليل في عيد الميلاد لما كانوا كلهم قاعدين مبسوطين، وقدم عمر الخاتم هديه لمراته وميم كانت فرحانه بيه جدا. قامت سلمى طبت عليهم وقالت له ازيك يا عمر. وبتخلص على كده الحلقه الثالثه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعم لي كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برده، بس تحبني كومنت عشان ابطل.